اكتر من حد اتكلم في الامر ده، لكن برضه احمد فتحي كان عنده بعد عن الملعب. ولكن لما يكون عندك بعد عن الملعب ومركزك الاساسي اللي انت بتلعب فيه افضل من ان يكون عندك بعد من الملعب وتغير مركزك كمان، هيبقى عندك ضغط. تمام. اتنين. طيب قبل برضو يعني. ما اروح لتامر بدوي عشان اخد تعليقه على النادي الاهلي، خلينا اقول لحضراتكم تشكيل نادي الزمالك، التشكيل الرسمي لنادي الزمالك وغيابات في خط الدفاع. عايزين زي ما قلت لحضراتكم قبل المباراه 90% او كان ما بين 50-50 ان حمدي النقاز يلعب، حمدي النقاز مش هيلعب، حازم امام هو اللي هيلعب في هذه المباراه، محمد عبد الغني والونش محمود علاء هيكون يعني هقول لحضراتكم برضو في الاحتياطي ولا لا، وعبد الله جمعه ناحيه الشمال، طارق حامد وفرجاني ساسي بدون اي تغيير، زيزو واوباما ومحمود كهربا وخالد بوطيب. تشكيل متوقع وتشكيل ثابت لنادي الزمالك في الفترات الاخيره باستثناء عفوا باستثناء طبعا محمود علاء وحمدي النقاز. التشكيل امام حضراتكم اهو برضو عشان تبقوا حضراتكم شايفينه، جنش في حراسه المرمى، الونش ومحمد عبد الغني اثنين ثنائي خط الدفاع، وحازم امام على الطرف اليمين، وعبد الله جمعه على الطرف الشمال، طارق حامد وفرجاني ساسي اثنين في وسط الملعب، كهربا ناحيه الشمال، اوباما وزيزو ناحيه اليمين، ومن امامهم خالد بوطيب. ده تشكيل نادي الزمالك، وحالا هقول لحضراتكم الاحتياطي لنادي الزمالك. طيب عايز تقول حاجه تانية في تعليقك؟ لا الحته بتاعت زيزو اوباما.